وجهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوغماز قطاعات الصيانة في وزارة الأشغال العامة إلى فك التشابك مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة في سبيل إنجاز مشاريع صيانة البنى التحتية وتسريع الخدمات في كافة المحافظات. نعم، جاء ذلك خلال جولة الوزيرة بوغماز بمعية ممثلين عن وزارتي الداخلية والأشغال العامة والجهات المعنية الأخرى في مدينة جابر الأحمد، حيث اطلعت على مستوى الخدمة المقدمة هناك والطرق التي تحتاج إلى صيانة وبحث مطالب قاطني المدينة. وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور أماني بوغماز توجه قطاعات وزارة الأشغال العامة إلى فك التشابك في الاختصاصات مع الجهات المعنية الحكومية الأخرى في الدولة بهدف تسريع مشاريع صيانة البنى التحتية والخدمات العامة في كافة محافظات البلاد. كانت الوزيرة حريصة كل الحرص على مشاكل المنطقة، فاليوم حرصت على جولة ميدانية للوضع أو رؤية جميع المشاكل بعينها، وأوصت في الاستعجال في حل المشاكل والتشابكات مع الوزارات الأخرى. كان عندنا شوي بعض العقود متأخرة، فحارصة أن كل المخططات والتشابكات مع الوزارات الأخرى أنها تكون جاهزة لحين وصول العقود، وإن شاء الله راح نبدأ بحل المشاكل كلها إن شاء الله. معظم المشاكل هي مرورية، وفي بعض الأسفلت كان له فترة طويلة لم يكون له صيانة، لأن المنطقة كانت ملك أو تحت مظلة الأسكان، تم تسليمها مؤخرا للأشغال. الوزيرة دكتور أماني بوغماز تقوم بجولة ميدانية في مدينة جابر الأحمد بحضور قيادات من وزارتي الداخلية والأشغال العامة والجهات المعنية الأخرى للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة وأبرز المشكلات التي يعاني منها السكان في مدينة جابر الأحمد. الأهالي بعضهم طلب امتداد تكملة الشوارع، كانت واقفة في المداخل الرئيسية، هذا كان في جزء يتبع فرضا وزارات أخرى أو هيئة الطرق أو التعاون مع الإسكان، وكان فيها معوقات من ضمنها وزارة يعني النفط، كان فيها كيبلات فيها خطوط نفط، وكان في وزارة بعد الكهرباء في لها خطوط، يعني عدة وزارات خدمات، وإن شاء الله راح يحل التشابك عن غريب بإذن الله. الشكر موصول لمعالي الدكتورة أماني بوغماز وزيرة الكهرباء والماء وزيرة الأشغال على استجابتها لهذه الدعوة لترى عن قرب ما تعاني منه مدينة جابر الأحمد من مشاكل في الطرق في المداخل والمخارج، اللي صراحة أصبحت هاجس لأهالي مدينة جابر الأحمد. عانوا الكثير من المداخل والمخارج، عانوا الكثير من الطرق المتهالكة في المدينة. الجهود الحكومية تتضافر في مختلف الجهات المعنية في الدولة بهدف تسريع عمليات صيانة الطرق ومعالجة النقص بالخدمات العامة على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة التي جاءت بها رؤية الكويت الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.